العلماء اللي صارك ابن انتما ناس الذكر والفهام. قرن ونصف من التدبير والقتل والتهجير، وطمس للهوية ونهب للثروات، وفي الأخير يسمي نفسه بالاستعمار وشتان بين التعمير والتدمير. هذا هو حال الاستعمار الفرنسي في الجزائر لأزيد من قرن ونصف القرن. مجموعة تمثل كل جهات الوطن اجتمعت في العاصمة الجزائرية، كانت مكونة من 22 بطل فضلوا تفجير الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر ذات 1954، هدفهم نيل الاستقلال الوطني. زيغود يوسف، كنا هدو على زيغود يوسف، زعيم باطل للحق في حقه. اليوم راهو الفلام نتاعو والشي نتاعو اللي قدم الجزائر هذه الان من 54، من 54 انا عرفته في 54 زيغود، وهو يخدم في البلاد هذه الان. بدا دخل هذا مزاد في شاحقه الحمري، هذا المزغير انا دوك انا في مزاد فيش بصح انا نهضرو على مزغير. دخل كنت نسكن وسن، دخل في 54 في ماي، هو جماعة معاه يلضم في النظام نتاع ثورة بلا حتى واحد على باله، كيديك ما كان حتى أخبر على الثورة هذه غير في الوريث. جاء بدا في النهار يقيلو خضيار قاعدين كضياف، جملتها عند من عند بو خميس أحسن هذا لان هو اللي جابهم أول الحمري هذا لان. أنا كنا بكري واحد لا على بالو في هذا الثورة نسمعوا بها، قال لك كاينة في الوراس، كاينة تخربيطة، كاينين ناس هاربين من الحباس، كاينين ما عرفوش شي هو أموراهم يلقطوا فيهم من فرنسا دنيا. وهما جاوا لتما يلضموا، كيف بداو يلضموا؟ بداو يلضموا في الليل، يخرجوا برا يديروا المسؤولين نتاع الجبهة نتاع المشت، وفي النهار يوليو يقيلو داخل في الدار. هذا سي حسن بو خميس هذا لان سناه حنا عند عمومي راه ثلاثة وأنا ربعة وبابا خمسة، وشمي هذا الضياف اللي جا وقال ضياف ضياف ربي جاو لهنا مقاعدين هنايا بصح يقبو تعود كان شما تكون شوفوا كان شما تجي فرنسا كان شما تجي نعسوا لبرا بصح ضياف ما على بالناش بلي مجاهدين. فبعد أن حققت الثورة أول أهدافها بقيادة جيش التحرير وجبهته، بدأ الجيش الاستعماري في حملة احتواء شملت حصارا لمنطقة الأوراس التي عرفت أول وأهم عمليات انطلاق الثورة في الفاتح من نوفمبر. واحد الخمسطاش اليوم لضم الدنيا كاملة، داير كل المسؤولين كل واحد واش خدمته، ولينا هضرنا مع هذا عمي هذا في حسن بو خميس حمولي شوية المسخير هذا اللي كاين، هذا كاين واحد عمي هكا شغل ما منش، قالوا شوية المسخير اللي يتمسخروا هنايا يحرقوا في الزراعة، من هو اللي يحرق في هذا الزراعة هذا كيما دوك اللي يحرقوا في الغابة هكذا، من هو اللي قص الكراف، من هو اللي دار السنان الفلاني، شوية الفساد هذين كيف يحرقوا القمح. ناط هذا عمي حسن قال له شماش، قال له رايحة تنوط الثورة، قال له بما تنوط تخلى دارك بما تنوط تغلبوا انتم فرنسا بما تغلبوها، قال له نغلبوها بالإيمان، السلاح بتاعنا هو الإيمان، يعود عندنا إيمان نقدروا نغلبوا العالم كامل.
هذاك هو الصلاح نتاعنا، نمنوا بربي ونمنوا بالقوة نتاع ربي، ما عندنا حتى شيء. بصح نايطين نحاربوا فرنسا بإيمان مش بسلاح، وربي إن شاء الله هو يعاوننا. يعني حتى وصلنا درنا داروا الجروبات، داروا ديك الساعة خلقوا السكسيونات، خلقوا الكوبانيات، عادت العمليات، ساعة يضربوا فيرما، ساعة يضربوا صار، ساعة يضربوا بلاد، هذيك عملية عسكرية تفرقت. كما عرفت الثورة في أشهرها الأولى سقوط الشهيد ديدوش مراد في ميدان الشرف في 18 نوفمبر 1955 مع 7 من رفاقه في معركة واد بوكركر في الشمال القسنطيني، نجا منها القائد زيغود يوسف بأعجوبة وبعض من رفاقه بعد انقسام المجموعة. بخصوص هجومات الشمال القسنطيني تدخل ضمن سياق عام في إطار الهجمات التي كان ينظمها تنظمها المنطقة الثانية ضد كل رموز الكولونيالية في تلك المرحلة. أولا عندنا في فترة قيادة زيغود يوسف عندنا هجومات تمت في، وهي بالإضافة ذلك هي هجومات مناسباتية. عندنا مثلا هجومات 1 ماي يعني تزامنا مع ذكرى عيد العمال، هجومات 8 ماي كذلك تمت كلها دائما في منطقة الشمال القسنطيني دائما في ذكرى يعني مجازر 8 ماي. الهجومات الثالثة بقيادة كذلك يعني زيغود يوسف معروفة جدا هي هجومات الشمال القسنطيني، والهجومات الرابعة اللي تمت في 18 و19 جون في 1956. لذلك يعني هجومات الشمال القسنطيني دائما تدخل ضمن السياق عام في إطار الهجمات التي كانت ضد رموز الكولونيالية في تلك المرحلة. إذن نحن هنا في المقر الأول للولاية التاريخية الثانية، هنا كان الشهيد البطل ديدوش مراد، وكان معه الشهيد زيغود يوسف، وكانوا معه الصفوة الأولى من المجاهدين الذين فجروا ثورة أول نوفمبر على مستوى الشمال القسنطيني. كما نعلم جميعا القائد الأول نتاع الشمال القسنطيني هو ديدوش مراد، وكان النائب نتاعو هو زيغود يوسف. ديدوش مراد كما نعرف استشهد يوم 18 جونفي 1955، يعني تقريبا بعد انطلاق الثورة بحوالي يعني شهرين. الثورة انطلقت في نوفمبر، عندنا نوفمبر ديسمبر 18 جونفي. دونك ديدوش مراد هو أول القادة الستة اللي سقط في ميدان الشرف، وهو أكثر القادة الستة ثقافة وأصغرهم سنا. ديدوش مراد في الحقيقة الاستشهاد نتاعو أثر كثيرا في زيغود يوسف. نعرف بأن ديدوش مراد بعد ما حوصر في 18 جونفي من طرف يعني الكثير من العساكر والتي يقدر عددهم بحوالي 400، رفض ديدوش مراد الانسحاب، رفض ديدوش مراد الانسحاب وأصر على مواجهة عساكر الاحتلال. وكان يعني من هذيك المواجهة كان هو يحب يعطي درس ويعطي معنى للعدو الفرنسي وأيضا للشعب الجزائري من أن هذه ثورة حقيقية، وأننا درنا هذه الثورة من أجل الاستشهاد. وديدوش مراد قال كلمته الشهيرة هي إذا متنا لا تنسوا، أو إذا متنا فحافظوا على ذاكرتنا. تقول الكثير من المصادر أن الاستشهاد تاع ديدوش أثر كثيرا كثيرا في زيغود. زيغود غضب بزاف لما استشهد القائد نتاعو ديدوش مراد في معركة بوكركر، وخاصة وأن يعني ديدوش رفض الانسحاب وأصر على المواجهة، وهو واللي كانوا معاه كلهم استشهدوا. وهنا يعني هذه البلاكة يعني تخلد هؤلاء بشريحة عباس ونعاس عمر وقربوع محمد وبن غرزلة بالقاسم والمدعو باديس وعياش يوسف وبلوصيف علي. زيغود يوسف تقول المصادر أنه مباشرة بعد استشهاد ديدوش كان يعني تأثر وأصبح يعني حزين جدا، يعني لا يأكل ولا يشرب ويعني غضبان جدا. وتم اللي بدأ زيغود يفكر في شن هجومات شعبية شاملة على معاقل الاستعمار الفرنسي. يروي المجاهد المرحوم بوشريحة أبو العراس يروي يقول أنه قال لي لازمنا نهجموا عليهم،
قال كنت نقول له كيفاه نهجموا عليهم يعني وحنا يعني ما عندناش الأسلحة ما عندناش العتاد الكافي كيف نهجموا عليهم كلنا. قال فكان يقول لي الشعب كله يجب أن يهجم ضربة واحدة الرجال والنساء والأطفال نهجم عليهم جميعا. قال كان كنت نقول له وشكون قال لك باللي الشعب يمشي معنا؟ قال يقول لي نشاوروهم نتكلموا مع الناس. قالوا نقول له كيف نتكلموا مع الناس كيف نشاوروهم؟ قال يقول لي كل واحد يبدأ بداره انت تبدا بدارك وانا نبدا بداري نتكلموا معاهم ونقول لهم واش رايكم نهاجموا على الاستعمار ونشوفوا تراش. قال يقول لي ولكن الناس سيموتون. قال كان يقول لي يموتوا شهداء نموت شهداء ولا حياة الجيفة. فإذا هجومات 20 أوت اللي اليوم احنا نتكلموا عليها والكثير من المؤرخين يقولوا باللي زيرو تفكر فيها بعد ما جاته رسالة من عند شهاني بشير يقول له فك لنا الحصار على الأوراس قم بعمل لفك الحصار على الأوراس. في الحقيقة نعم رسالة شهاني بشير كان عندها دور في شن هذه الهجومات ولكن الفكرة ولدت في ذهن زيرود يوسف مباشرة بعد استشهاد ديدوش مراد. أنا يعني من الباحثين اللي نقول أن أكثر حاجة أثرت في حياة زيرود يوسف وفي شخصيته وفي غضبه الشديد الشديد وفي طورته العارمة في رأيي أنا إنما هي الاستشهاد نتاع ديدوش مراد لأن زيرود كان يحب ديدوش مراد بزاف وحتى أنه سمى ولده سماه مراد عنده واحد من أولاده مات له على كل حال سماه مراد. فإذا ذكرى ديدوش مراد أو شبح ديدوش مراد أثر كثيرا على زيرود يوسف وهو الذي جعله يفكر في شن هذه الهجومات الشعبية اللي ما كانش مثيل لها في العالم. بعد مضي 10 أشهر على اندلاعها فقد بدا واضحا تزايد اتساع رقعة المشاركة الجماهيرية على الرغم من استشهاد العديد من مفجري الثورة كشهيد دوش مراد قائد المنطقة الثانية أو اعتقال بعضهم من أمثال رابح بطاط ومصطفى بن بولعيد الذي سيهرب من السجن ثم سيستشهد بعد هروبه من سجن الكودية في قسنطينة. أما على الصعيد الخارجي فإن القضية الجزائرية سجلت حضورها رسميا ولأول مرة في المحافل الدولية في مؤتمر باندونغ في أفريل 1955 وكان ذلك أول انتصار لدبلوماسية الثورة الجزائرية الفتية ضد فرنسا العظمى. في غود دار الفاود على سبت قلت لك زوج حاجات باه قدمها في جمعية الأمم وباه على الوراس فك الحصار ترفض كان بك غير الوراس العسكر كامل تم كي نضت في كل بلاصة ولا العسكر كل العسكر تجاه البلاصة وهذه هي الشيء اللي أنا نهضروا على الفاوت وهذا هو الشيء اللي عندي أنا. أهم نتائج التي انبثقت عن 20 أوت 55 هي قضية تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية وبالتحديد في الدورة 10 لهيئة الأمم المتحدة. نحن حتى ندول قضية وحتى توظف الدول الأفرو أسيوية يعني قوتها يعني في قضية القضية الجزائرية تحتاج إلى دلائل وبراهين. ما هي الدلائل والبراهين على وحشية الاستعمار على المجازر التي يرتكبها في حق الشعب الجزائري في تلك المرحلة وبالتحديد يوم 22 أوت 55 يقوم الصحفي جورج شاساني الذي كان يشتغل إلى حساب قناة فوكس موفيتون الأمريكية يعني قام بزيارة إلى عين عبيد. عين عبيد اليوم راهي تقع على طريق قسنطينة قالما توقف وكانت أحد نقاط المستهدفة في هجومات الشمال القسنطيني توقف على المجازر الوحشية التي كانت ترتكب في حق الجزائريين وفي حق حتى البراءة. كانت من بين الصور الملتقطة وهي متداولة يعني في البحوث عبر التلفزيونات يعني الوطنية والتلفزيونات يعني العمومية وهي قضية صورة الخيمة يعني لأنه عادة البدو الرحل كان يزورون فضاءات من يعرف الشمال القسنطيني من بينها يعني فضاء عين عبيد نعرفون يعني الترحال الموسمي هذا يعني حتى الدركي اللي يقوم بعملية الاغتيال هي ليست صورة واحدة هي ثلاثة صور. حتى الدركي الذي يقوم بعملية اغتيال يعني بعد تحقيق معمق يعني دام لسنوات استطاع يعني معرفة هوية هذا
الدركي هو للأسف رغم المجازر البشعة التي ارتكبها على المباشر ضد الجزائريين، كان فقط أن الإدارة الاستعمارية وبعد ضغط من الرأي العام أن فرنسا قامت فقط بتحويله إلى مدينة المدية، لكن لم تسلط عليه أي عقوبة. هذه الصورة أو صورة الخيمة وظفتها الدول الأفرو أسيوية من أجل الدفاع وطرح القضية الجزائرية في المحافل الدولية بقوة، يعني بالتحديد في الدورة العاشرة لهيئة الأمم المتحدة، يعني أصبح لدينا دليل مباشر. وصلت 55، أنا ما أنا بالعسكر المجاهدين واحد لا على باله واش اللي كاين، يا مرك قال روح لها وروح لها، وما كان حتى ما تطلعش واش اللي يخدم. هيا قالوا رايحين يديروا، سمعنا قالوا رايحين يديروا فاوت، راحوا للصمام ولا ما على بالناش، قالوا راحوا للصمام داروا مؤتمر وقالوا نديروا نضربوا فرنسا في النهار الفلاني على 12 كداش باه نبينوا لفرنسا، اي تقول هادو ناس هاربين ناس مشردين في الجبال نحيهم من الطريق. وهو قال لك احنا اياك هذه اللي قالت مشردين ونا لاهتين على الاستقلال ولا لاهتين للوطن، البلاد مش مشردين، انت اللي مشرد روح تروح، احنا بلادنا وطننا. دار الفاعوت قيمو في كل فيلاج جروبات مع الشعب، دار الفاوت مش دار الفاوت باهي دي استقلال ديك النهار، دار الفاوت معناه خلاف، عنده معناه هو خلاف بيها، معناه باهي فك الحصار على الوراث في ديك هي الوراث نايطه فيه، وباه تقدم في جمعية الأمم. تسمع جمعية الأمم الناس هادو اللي كنت تقول هادو مشردين وهادو قداش جاو ليك في النهار على 12 للنهار دخلوا ليك الفيلاج يضربوك، هادو ماش مشردين، هادي دولة أكثر منك عندها قوة، عندما هادو تعينوا يجريوا على الوطن تاعهم وش على مشردين هادو. ورال فرنسا صبحت العالم كامل اسمع بالفاوت ودخلوا للفيلاج الفلاني وقتلوا العدو وحرقوا وكسروا وداروا شي، ومن ثم ديك الساعة من ينفع دار الفاوت ولا يدير في القسام يدير في النواحي يدير في الضهقة في المناطق، مسؤول عسكري مسؤول نحية مسؤول الأخبار مسؤول دار نظام. وفي ظل الأوضاع خططت قيادة الثورة لشن هجومات واسعة في الشمال القسنطيني دام التحضير لها حوالي 3 أشهر في سرية تامة. زيغود يوسف يعني توج يعني وأصبح قائد منطقة الشمال القسنطيني في مرحلة حاسمة، في مرحلة مفصلية جدا، خاصة أنه تقلد المنصب بعد فترة يعني فترة استشهاد الشهيد البطل ديدوش مراد، لذلك عبء كبير كذلك كان ينتظره في تلك المرحلة، خاصة أن الرجل كان ذو بعد وكان ذو يعني بعد والله عنده نظر في تلك المرحلة، خاصة فيما يتمثل في عملية تعبئة المحيط الريف والله ما يسمى بالحاضنة الشعبية ومحاولة إدماجها في مرحلة الثورة، وهذا ما سنجده يعني في هجومات الشمال القسنطيني 20 1955. هو الهدف نتاعه عنده زوج أو ثلاث حاجات لأسباب تنظيم هذه الفكرة هذه وهذه اللي جاته. أول فيه بالنسبة للولاية المنطقة الأولى، وما كانش كانت ولاية، المنطقة الأولى كان ضاربين عليها حصار فرنسا اللي حبت تقضي على الثورة الجزائرية بطريقة عند منطقة الأولى هي وراس. فيه الاتصال من طرف قائد الولاية هو سي بشير شهاني، يبعث رسالة للقائد زيغود يوسف يقول له باش تفك علينا الحصار، احنا رانا تخنق لهنا وراح يقضيوا علينا كأفراد ولا كأشخاص ولا كمجموعات، فكر في عملية لتفك علينا الحصار.
هو زيغو ديجا محضر روحه في الامور هذه قبل ما يكون له رساله، راه قاعد يخطط ويفكر ودار وفكر بني، وكان يتمنى العمليه 20 ما تكونش غير على الشمال القسنطيني، والفكره البدايه كان راح تكون عامه مثل اول نوفمبر، لكن بعد الدراسة تاعها ومن بعد التحاليل ومن بعد ما عرف وضعية الموجودة تاع الثورة شوية ناقصة، إمكانيات ناقصة بزاف باش يعممها على مستوى وطني، ستكون خسارة، والخسارة هذيك ممكن تكون فشل للعملية، ولا حددها في الشمال القسنطيني المنطقة الثانية. القضية اجتماع بصح ما يقول لك شو راهو كاين، شكون هما اللي على بالهم غير اللي قاعدوا في الاجتماع معاه، هذوك ال 15 ولا ال 20 هذوك اللي على بالهم وقتاش الهجوم تاع ال 20 نوت، احنا ما على بالناش، الجماعه كل ما على بالها غير هذوك. قال لنا احنا جانا صوت العرب على كل حال في الجهه هذه، قال لك جماعه عينوا لنا جماعه كذا وكذا وكذا، عيننا 35 بالاجتماع هذاك من المجاهدين، اشكر راسهم قلنا بوطباح وتين هو الاول، زدت انا معاه زيد فلان 30 ولا 35 هذه اللي كذا، وكل دو والجهات كل ترات فيها الاجتماعات، اكل اجتماعات جميع الدواوير كل، احنا كنا في دوار المجابريه جبل الوحش الغرازلة دوار الخرفان وكل دار الاجتماعات. انا نلخص زيرو يوسف فاقول هو شاب جميل بهي الطلعة أزغد العينين، تربى يتيم، لما يعني باباه مات وهو في كرش يماه مولا 5 شهور، باباه محمد السعيد، باباه كان يعمل في مصنع الرخام هنا في فلفلة، زوالي فقير، إذن نشأ يتيما، رباته يماه سيدة يمينة غرابي، واللي يعني رغم فقرها ورغم أنها أرملة إلا أنها قراته وعاودت الزواج، تزوجت وقراته وعلمته ورباته، وكان شابا ذكيا، وكان يعني من صغره كان فاطن، وانخرط في الكشافة الإسلامية، وكان حدادا ديجا في عمره 15 سنة، موش برك حداد يعني من أنه إنسان صالح، ولا شريك في محل الحدادة اللي كانت نتاع هذا المعمر اللي يسميوه بول بريمال، ومن شباب انخرط في الحركة الوطنية، قاد مظاهرات 8 ماي 1945 بمنطقة السمندو، وعمره يعني حوالي 20 سنة، ما ننساش هو من مواليد 18 فيفري 1921، 18 فيفري اللي هو اليوم الوطني للشهيد، هو عيد ميلاد زيرو يوسف، عيد ميلاد زيرو يوسف. يعني عاصر الحركة الوطنية وانخرط في حزب الشعب وانخرط في حركة انتصار الحرية الديمقراطية، وترشح للانتخابات في بلدية السمندو في 1947، وكان هو نائب رئيس البلدية وهو صغير، رئيس البلدية في السمندو القوري هو النائب تاعه. ثم لما تأسست لوس انخرط في لوس في المنظمة السرية، ثم سجن في سجن عنابة، وفي سجن عنابة زيرو يوسف قام بعمل بطولي ما داروا حتى واحد في العالم، وهو أنه نظم عملية فرار من السجن بأنه صنع مفتاح الزنزانة، مفتاح الزنزانة، يعني شوف الذكاء تاعو، هو حداد وهو نجار وفنان، من ذراع نتاع ملعقة صنع المفتاح وفتح الزنزانة وهرب هو وبن عودة وبكوش وعبد الباقي وفر وهرب من السجن، وكان من القادة 22 الذين حضروا المؤتمر واتفقوا على تفجير الثورة. لما تفجرت الثورة كان هو النائب تاع ديدوش مراد في المنطقة هذه تاع الشمال القسنطيني،
بعد استشهاد ديدوش مراد في 18 جونفي أصبح زيرود يوسف هو قائد الشمال القسنطيني وقام بعمل جبار حيث نظم الشمال القسنطيني ونظم الخلايا ودار في كل مكان مسؤولين ويعني من ميلال قالمال عنابة وكانوا معاه قيادات كبار علي كافي والخضر بن طوبال وكان معاه صوت العرب وكان معاه يعني غيره من القيادات. وجه زيغود يوسف القائد الذي خلف ديدوش مراد على رأس المنطقة الثانية نداء إلى كل الجزائريين أعضاء المجالس الفرنسية يدعوهم فيه للانسحاب منها والالتحاق بمسيرة الثورة. الكلمة المفتاحية في هجومات الشمال القسنطيني هي الحاضنة الشعبية. فرنسا كانت تريد كسب الحاضنة الشعبية، والثورة التحريرية بدورها كانت تريد كسب الحاضنة الشعبية، وفلسفة الشهيد العربي بن مهيدي واضحة جدا: ألقوا بالثورة في الشارع يلتقطها الشعب. إذن المنعرج حدث هنا. إذن كيف يمكن كسب الحاضنة الشعبية؟ هنا زيغود يوسف فكر في تنظيم هجومات لكل رموز الاستعمار، أعيد قلت لكل رموز الاستعمار في الشمال القسنطيني، من خلال أعيد من خلال توظيف الأوساط الريفية أو سكان الريف، يعني عملية تعبئة سكان الدواوير والمشاتي يقومون بالهجوم على القرى الاستيطانية والمدن حصون الاستعمار، يعني في تلك المرحلة المدن حصون الاستعمار. لذلك قسمت منطقة الشمال القسنطيني كما هو معروف قسمت إلى ثلاث يعني مجالات. عندنا المجال الأوسط ويهمنا بزاف في الجانب هذا، المجال الأوسط يمتد من قالمل لقرارم اللي هي اليوم تابعة لميلا، وتحت هذا المجال تحت القيادة المباشرة لزيغود يوسف. المجال الثاني والمجال الشرقي يعني بعد قالمة إلى عنابة، هذا المجال تحت القيادة المباشرة لعمار بن عودة. والمجال الغربي اللي يمتد ما بعد القرار وميلة وفضاء جيجل وغير ذلك، هذا الفضاء وضع تحت القيادة المباشرة للخضر بن طوبال. ولا ساعة ساعة يخلق شيء جديد، ساعة ساعة يدير شيء جديد، ساعة يقول لك القريب دار الدخان ممنوع، مش ممنوع الدخان حرام، دارها باش يشوف الشعب يتبع في الثورة ولا ما يتبعش، زاد دار القريب يشوف الشعب هذا لين يهم صار يتبع في الثورة ولا ما يتبعش، كي دارت القريف ما يدخلش للفيلاج ما يروحش قداش، يدير في حويج باه يشوف الشعب محضن الثورة وجاي معاها ولا جاي ضدها، وهدرها منه لي شخصيا قال لي إذا كان الشعب مشى معانا رانا نديو استقلال، ولا كان الشعب مهرب منا رانا نخسروا. والحقيقة الشعب الناس الشعب كل الجزائريين الكل ولاو طريق واحدة يخدموا في الثورة وقلبها كل مع بعضها الناس الكل، خاطر ماش لي يقول الثورة جبتها يانا أنا وطربت العسكرة وأهلكت فرنسا عليها جبت استقلالنا. الشعب هو أول حاجة اللي زاد برهن للثورة وورى القوة نتاعو مع الاستعمار، على بالك يهز الإعلام يخرج من الكاع هاز الهوان هاز الإعلام هو يقتلو هازو هذا يطيح وهذا يهزو هز اللي في طايمة يخرجها على السنتينيل على السنتينيل هز كاين حتى اللي من خرج السلاح المناضلين يخرجوا السلاح يخرجوا اللبسة يخرجوا الماكلة هو أكثر من مجاهد أكثر من اللي هز السلاح في الجبل. الشعب حضن الثورة ومشى مع الثورة من القلب، وهذه هي اللي زادت قوة للجيش وقوة للثورة الجزائرية. أنا ما نقولش
كيما الناس كاينين يقول لك انا يعظم روحه وضربنا العسكر درنا هك درنا هك. لا، فرنسا ماش روحت من العسكر، فرنسا روحت من القوة نتاع الشعب. نهار نزل ديقول ونزل في الجزائر الناس تعيط استقلال، سالوا هذوك داك نتاعو قالوا له ناطو يقتلوهم. قال لهم لا، قالوا له فضينا الجيش، فضينا قتلنا كامل الجيل اللي هاربين في الجبال. قال لهم واش اللي قتلت فيه الشعب الجزائري كل في الليل، واش اللي تقتلوا تقتلوا الشعب الجزائري كل الكل يطلب في الاستقلال، واللي لا تيموت الكل يدي الاستقلال نتاعو. وعلى كل حال كي نهضروا على الثوره هذه الليل نقولوا باللي الثوره راهو حضنها الشعب وعاون الشعب كل صفة اللي عنده والمجاهدين معه. الأخضر بن طوبال عليه رحمة الله يصف أحداث 20 أوت بالثورة الثانية، ويصفها علي كافي عليه رحمة الله مساعد زيغود يوسف بأنها الانطلاقة الفعلية للثورة، ويصفها ثالث بأنها نوفمبر الثاني، وعبر عنها مهندسها ومصممها وقائدها الرمز زيغود يوسف بأن أحداث 20 أوت هي الانفجار العظيم، وصفها بالحياة أو الموت، وقال عنها إن تقعسنا بعد الآن أو تخاذلنا فإننا نكون بذلك قد خذلنا هذا الشعب وخلنا الثورة. ومباشرة فكر زيرود في تنظيم هذا الهجوم الكاسح، قال لك يعني احنا وعلاه نبقاو احنا هذا المعمه هذا الاستعمار هذا نبقاو يعني معاه بطريقه حرب العصابات، لماذا لا ننظم عمليه هجوم شعبي كامل؟ ونظم هذه الهجومات ونجح فيها، لان هذه الهجومات كانت بالفعل كاسحه. يوم السبت 20 اوت على 12 تاع النهار تفاجأ الاستعمار الفرنسي بهجومات هنا في سكيكدا، في قلمة، في عين عبيد، في ميلا، في سيدي مزغيش، في الخروب، في كل مكان كانت هجومات. الشعب هجم على الاستعمار بوسائل بسيطة، يعني بالمزابر، بالمداري، بالنار، في منطقة القل الهجومات كانت قوية، لدرجة أن أحد المناضلين كان يجري وراء عسكري فرنسي بالمزبر، والعسكري الفرنسي كان هارب. عمار بن عودة الله يرحمه كان يقول لي، شوف دكتور، كان يقول لي يوم 19 أوت كان الجزائري كيتلاقى مع الفرنسي يطرح راسه، يوم 20 أوت وبعد 20 أوت انعكست المعادلة وأصبح الفرنسي هو اللي كيتلاقى الجزائري هو اللي خاف ويطرح راسه. فزيرود يوسف غير ميزان المعادلة. الأحداث ترجع إلى شهر ماي 1955، نعاود شهر ماي 1955، قامت دورية للمجاهدين ضواحي تبسة بنصب كامين للمتصرف الإداري لبلدية قنتيس في تبسة. هذه الدورية استطاعت الحصول على وثائق مهمة جدا بحوزة المتصرف الإداري. ماذا يوجد بهذه الوثائق؟ هنا سيحدث المنعرج. أهمية الوثائق جعلت مسي مسعود لاشيهاني بشير يختلي ويطلع عليها لمدة 3 أيام. ماذا يجد في الوثائق؟ يجد الأمر الأول أن تحركاته في مركز القيادة بعين القلعة جنوب خنشلة كانت مرصودة من قبل العدو. الأمر الثاني اكتشف مخطط كولونيالي لضرب الحاضنة الشعبية، وما يعرف بمخطط الجنرال بيرلونج، قضية ضرب الحاضنة الشعبية. في هذه المرحلة يرسل شيهاني بشير بمراسلة، وليس كما هو متداول أنها قضية حصار، ثم شيهاني بشير أرسل برسالة إلى زيغود يوسف يطالب منه فيها بعمليات نوعية في شمال قسنطينة من أجل فك الحصار. كل المعطيات تخالف هذا الرأي، بل بالعكس المنعرج حدث لما اكتشف مخطط بارلونج في قضية ضرب الحاضنة الشعبية، وفي إطار السياسة العامة التي أعلنها جاك سوستيل الحاكم العام الجزائر، وهي سياسة التهدئة من خلال فتح أبواب حوار مع فئات سياسية غير منضوية تحت لواء جيش ولا جبهة التحرير الوطني، وعملية قطع الطريق عليها
ولما لا حتى عملية تصفيتها. لذلك أرسل زيغود يوسف أرسل سي مسعود برسالة لزيغود يوسف يطالبه فيها بعمليات ترد على مخطط بيرلونج. كيف تتم هذه العملية؟ شيهاني بشير لم يفصل في هذا الجانب، يعني أرسله عليك فقط أن ترد على هذا المخطط. بدأت الهجومات في صبيحة نهاري 20 من أوت 1955 الموافق لأول محرم 1375 هجرية بقيادة الشهيد البطل زيغود يوسف، وشملت أكثر من 26 مدينة وقرية بالشمال القسنطيني. مين؟ إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. مين؟ إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. مين؟ فعل في الوقت هذاك اللي شافع ليها كما اليوم. كنا احنا ما عرفوش له، كنا تما في الجوهي لابونك سونترال في لابريش في لابريش، وهزينا لا ديباش، لا ديباش تاع قسنطينة في الوقت هذاك. حنا كنا طلبة كنا نقراو هنا، قالوا اوفونسيف بل اوفونسيف جينيرال في لو نور كونستانتينوا، هي اوفونسيف اوفونسيف ولو نور كونستانتينوا مذكورين في لا ديباش، مع اوفونسيف جينيرال ولا كلمة خلف. تما حنا كنا سمعنا بها، وسيرتو كانوا كيما قتلوا الكوميسار مارسيلي في رحبة الصوف. حنا في الوقت هذا كنا شبان، كنا هنا في قسنطينة، وكنا يعني متابعين من لابيرجي، من لابيرجي خاصة حنا لي زانترن هاو نجيو من بكري كانت ديبارتمون كونستانتين، هاو يبدا من عين البيضاء حتى البجاية العنابة سكيكدان ميلا عين مليلة باتنا، يعني كان هذا كامل. وكنا حنا لي زانترن كي نروحوا هكذا نروحوا للديار، نروحوا لديارنا، كي نجيو كل اخر يجيب الخبر تاع الجهه تاعو، شو كيفيد النشاطات تاع الثوره، التحركات تاع الثوره، ولا العمليات اللي تصير في اي جهه من الجهه تاع شمال القسنطيني نسمعوا بها، نسمعوا بها. مناش في الوقت هذاك الطلبه كانوا واعيين، الطلبه تاع الروح تاع الوقت هذاك كنا يعني التحركات تاع الثوره وتاع هذه كل متبعينها يعني بالتفاصيل، ماشي يعني غير كلمه برك يحطوها في الجرنال حنا نوليو نعلقوا بها، نعلقوا عليها يعني ماهوش نخليوها جوج، يعني نعلقوا بها يعني تقول لك سياسيين مدرحين. يعني كنا حقيقه كنا حنا الطلبه نحبوا نطلعوا واش كاين في هذيك الساعه تاع الفاوت. قلت لك في لهنايا حنا في قسنطينه، قلت لك سمعت بها تما حنا في الطلعه هذيك تاع الطلعه تاع لابريش. لو نلاحظ باللي الهجومات شمال قسنطيني التي شملت 39 نقطة في الشمال القسنطيني، 39 نقطة في الشمال القسنطيني، لكن كاين أين كان وقعها بقوة؟ شيء مهم ومفصلية في أحداث الشمال القسنطيني. كان وقعها بقوة في المنطقة الوسطى التي كانت تحت القيادة المباشرة لزيغود يوسف. لماذا؟ لماذا؟ لو نخذ هذه الجزئية، زيغود يوسف وظف في هذه الهجومات الحاضنة الريفية، يعني من خلال تجمعات الدواوير والمشاتي القريبة من كل قرية أو مدينة. لو نأخذ مثلا قرية عين عبيد، يعني الدواوير والمشاتي التي كانت موجودة في شعبة الحنانشة. لو نأخذ مثلا الخروب، نجد مثلا الدواوير مثلا طرفانة والغرازلة، يعني هذه الدواوير والتجمعات هي التي قامت بالهجومات على القرى والمدن. لذلك هذه المنطقة استطاعت أن تحقق انتصارات نوعية من خلال توظيف الحاضنة الشعبية الريفية، بخلاف المنطقة الشرقية يعني ما بعد قال ما غير ذلك، والمنطقة الغربية يعني هذه المناطق فقط وظفت المجاهدين والمسبلين، لذلك كانت فيها وقع الهجومات أقل يعني حدة. أنا قناعتي لو أن ما دارش زيغود يوسف هجومات 20 أوت اللي هو أبدعها وهو صنعها وهو الذي نظمها
وهو الذي فكر فيها وخطط لها وهو الذي قادها. لو ما دارش هجومات 20 أوت أنا نقول الثورة الجزائرية كانت الطول، ما كانتش تقعد غير 7 سنين ونص، كانت ربما الطول أكثر. وعليكم القلمة، وعليكم القلمة. استهدفت العمليات المسلحة كافة المنشآت والمراكز الحيوية الاستعمارية ومراكز الشرطة والدرك في المدن ومزارع المعمرين في القرى والأرياف. اللي قرر سي أحمد باللي ندخلوا للفيلاج ونضربوا العدو، الجيش والشعب هذاك دخل. واش دخل الشعب؟ هاز بدون تاع ليسانس، وهاز موس، وهاز شاقور، وهاز واحد مزبر، واحد هذا ودخل. واش تحارب انت؟ قلت لك صافي العسكر كامل جا من كل بلاصه المزغيش. انا نهضر لك دخلت المزغيش، انا ما في ديك ما دخلتش المزغيش. زاتي صارت فيها عمليات ما عليهمش، ماتوا فيها كور، بصح مزغيش ما كانش. مزغيش بالك مات ياوري واحد يخدم الماء، قايدين الماء ولا واش، قاوه مع الطريق قتلوه. وهذيك العسكر دخل الجيش جات من كل بلاصه، كي صارت العمليه جات كل مزغيش البلاندية الدنيا. واش ولي منعنا هنا؟ منعنا نوادر لي القمح والتبن وذاك في ديك داير من الفيلاج، هذاك اللي منعنا ولينا حرقناها مع عدد الدخان ما ترى والو، عاد ما يظهر والو كي الليل. هذه اللي به منعنا، به ما متناش. اخذنا من الاستعمار في اول نوفمبر اخذنا منه الليل، وفي هجومات الشمال القسنطيني اخذنا منه النهار. هجومات الشمال القسنطيني اخرجت الثوره من الظاهره النخبويه التي تمثلت في 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 في, في قيادات البي بي ار والام تي ال دي، واخرجتها الى اطار شعبي عام، بالاضافه الى ذلك انها قضت على سياسه جاك سوستيل، هي قضيه التهدئه. لذلك هجومات الشمال القسنطيني تركت بصمتها على مسار الثورة التحريرية وعطتها نفس آخر. ما بالنسبة للميلا كان تما كمين في بني هارون، داروا كان وجدوا سي عبد الله بن طبال الله يرحمه، وكان استشهد فيه هذا واحد المستغانمي، المستغانم نسميه المستغانمي، هو الوحيد اللي استشهد تما في الكمين تاع بني هارون. قلت لكم حنا لا بي ار جي خاصة كيما حنا اللي سي غورتا ولا اللي سي دومان، يعني التكميلية كل ملي كاين لي زانتير لا بي ار جي دائما خاصة كي نجيو من التسريح ونجيو نروحوا لليسي تما يعودوا يعسوا يلبسوا اون سيفيل تكذب تقول لك كان هذا بوليسي، ويدخلوا هكذا في وسطنا باش يسمعوا واش كاين الاخبار. يعني زيرو يوسف بهجومات 20 اوت دخل القضية الجزائرية للأمم المتحدة. بعشرين أوت زيرود يوسف أقضى على التردد اللي كان عند السياسيين، خلاص يعني الناس كل التحقت بالثورة. زيرود يوسف هو اللي سيل الدم الحقيقي بيننا وبين الاستعمار الفرنسي. زيرود يوسف هو القطيعة. زيرود يوسف هو اللي يعني عرف يعني عرف يسمع للشعب الجزائري وقدر يقود هذا الشعب. ما ننساوش بأن هجومات 20 أوت كانت على 12 تاع النهار ماشي على 12 تاع الليل، ويعني في لحظة واحدة في دقيقة واحدة كان يوم سبت انطلقت الهجومات في الشمال القسنطيني، وكانت هجومات كاسحة. ولما نقول الشمال القسنطيني هو يضم 6 ولايات، جزء من سطيف وقسنطينة وميلا وجيجل وسكيكدة وقالمة وعنابة، هذا هو الشمال القسنطيني. تمكن المجاهدون من احتلال عدة مدن وقرى في هذا اليوم المشهود، مما سمح للجماهير الشعبية بالتعبير عن رفضها للاستعمار ومساندتها لجبهة وجيش التحرير الوطني. ردت السلطات الفرنسية بوحشية لا نظير لها على الهجومات الجريئة لجيش التحرير الوطني، شنت حملة توقيف وقمع واسعة استهدفت ألافا من المدنيين الجزائريين، وأحرقت المشاتي وقصفت القرى جوا وبرا.
كما قامت الإدارة الفرنسية بتسليح الأوروبيين فشكلوا ميليشيات فاشية وعمدوا على الانتقام من المدنيين الجزائريين العزل. 1955 كان محطة كما قلت غيرت مجرى التاريخ وجعلت العالم ينظر لهذا الشعب أنه شعب تحرر، شعب يريد الانعتاق من نير استعمار بغيض، استدمار بغيض، حتى لا أقول استعمار فهو استدمار شامل، استدمار للعقل، استدمار للتاريخ، استدمار للعقيدة إلى كل ذلك. إذن ف2055 فمن أسبابها الرئيسية هي فك الحصار على منطقة الأوراس التي كانت فرنسا البغيضة والاستعمار البغيض يعتقد أنه أن الثورة بدأت في الأوراس وينهيها في أوراس، ولكن شتان بين ذلك وذاك، وهذا دليل على نقص بعد النظر نتاع القادة الفرنسيين آنذاك، وكون يعتقدوا أن هذه مجموعة أبصار دماء كما يسمونها في اللاقة يستطيعون أن يحصروها في مكان ويقضوا عليها في زمان. فما كان من 2055 إلا أن كان الشرارة أو المصباح الذي أنار النور وأزاح الغشاوة عن كل مشكك على أن للجزائر شعب يريد الانعتاق ويجب التحرر. فدليل على ذلك أن قضية الثورة الجزائرية دونت ضمن الأمم المتحدة. أما أبشع ما ارتكبته القوات الاستعمارية فهي مجزرة كبيرة في ملعب فيليبفيل سابقا سكيكدا حاليا ملعب 20 أوت حاليا، أين حشرت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وأعدمت المئات منهم. انتقام تاعها كان في سكيكدا وانتقام باشع، يعني حب يقول استعمار ما داروش، أي استعمار بلاك ما داروش فوق الأرض، داروا لهم ولا يكتلوا من ولا، يجبدوا من الديار ويكتلوا من المقاهي ويكتلوا من الدخاخ ويكتلوا هي وعين عبيد، هي وعين عبيد، هي وعين عبيد، عين عبيد هذا ثاني داروا المحال، عادوا يهدوا من الخروب ويهدوا من قسنطينة ويديوا العين عبيد ويكتلوا. كاينه واحد المغارة فوق عين عبيد عمروها من العشرينات وهم يقتلوا فيها حتى الاستقلال، هادو يهجموا من شوارع تاع قسنطينة والخروب ويديوا عين عبيد يقتلوا. ذهب ضحية الحملة الانتقامية للسلطات الاستعمارية العسكرية والمدنية والميليشيات الفاشية ما يقارب 12,000 جزائري. هناك استثمار أبشع من هذا الاستعمار، دليلي على ذلك ما هو ورائي، دليل على ذلك هو ما ورائي. هل هناك أرأيتم في أو قرأتم في تاريخ البشرية في حروبها في ثوراتها قتل بشع جماعي بمثل ما وقع وأنتم الآن تعيشون أو تقفون في مكان دفن فيها الجزائريون بالجرافة، هذه الجرافة الموجودة ورائي، وهناك جرافات أخرى، قد إذا قلنا جرافات أخرى بمفهوم التعذيب بمفهوم التنكيل بمفهوم حرق بمفهوم كذا. إذن فإذا كان فيه كلام يقال فاسمحوا لي أن أقول أن هذا التاريخ التي يملكه الجزائر ويملكه هذا الشعب فأصبح لها مشكل. لماذا وكيف؟ لأن الذين ليس لهم مثل هذا التاريخ أصبحوا يحقدون عليه. هذه الهجومات كانت الضريبة تاعها 13,000 شهيد، ولكن دراسة أمريكية صدرت مؤخرا يحصي فيها مؤرخ أمريكي 20,000 شهيد. 20,000 شهيد هذا معناه يعني أن العدد ضخم جدا، وأغلب الشهداء كانوا هنا في سكيكدا وكانوا في هذا المكان اللي رانا وين احنا يا رانا فيه ملعب سكيكدا، حيث تم دفن الشهداء
بعضهم احياء دفنوا بهذه الجرافه، هذه الجرافه اللي يعني ما زلنا محتفظين بها، واللي قادها انسان يعني اجبر، وهو جزائري اجبر على قيادتها، ويقال بانه من شده يعني من شده الصدمه جن، فقد عقله، فقد عقله. وبالتالي فهجومات 20 اوت تعد محطة رئيسية بالنوفمبر الثانية. كيف دائما نهضروش عليها، دمروها خلاص، دمروها حتى ولاو بالبيل، بالبيل يدفنوا فيها، بالبيل يحفر ويدير بالبيل، ما عرف قداش وطلع من تما، ويجي الحروس ويجي مات، يجي المطغيس، يجي المزلتيس، يجي كذا الحروس، تنشار الجهات هذيك الكل، ها ديغود تمندو مات في 25، منها واحد بن عمي مات تما. احنا العائله تاعنا في 20 نوت ماتوا زوج، واحد في الخروب وواحد في الزيغول. تيدنا مرحوم ولادين فرنسا، قلت لك انتقمت كما قلت، انتقمت في زوز برايس، احنا في الزيغول ما انتقمت، ومنا ومنا ما انتقمت. هجومات نتاع تاع قلمة ما يكفي نهارها، الغدوة، الغدوة هجموا عليها نجحة.